إذا قلت الهدف من هذه المسابقة في هذا الشكل هو حث المساعد الصيدلي على التكوين وخاصة التكوين الأساسي، لأن كما نعلم بأن ماشي كاع الزملاء من بينهم عبد الرحيم التكوين ديالهم ليس تكوينا علميا يؤهلهم باش يخدموا ألاز في هذا الدومين، ولكن الضرورة لها أحكام، وبالتالي أي موقف كتحط فيه الإنسان خصو يبدع وخصو يبحث وكل شيء ممكن. إذا مساعد صيدلي أن كولابوغاتور دو فارماسيان أن كولابوغاتور دو فيزيسيان بيان فورمي اللي كيهضر من خلفية علمية كيرتاح مع الصيدلي اللي كيخدم معاه، والصيدلي اللي كيخدم معاه كيشجعو أنه يزيد يقرا ويزيد يبحث، وكيرتاح أيضا من خلال الحوار اللي كيدور بينه وبين المريض اللي كيجي كيطلب سواء الاستشارة الطبية سواء قراءة لأمبيرون داناز ميديكال إلى غير ذلك، وأيضا المساعد الصيدلي الذي تحدثوا من خلفية علمية يتمكن من التواصل مع الطبيب ومن التواصل مع المحيط المتدخل في المجال الصحي بشكل عام. وهذا التواصل يتم ايضا بشكل اخر بشكل علمي بين المساعد الصيدلي والصيدلي، لان المساعد الصيدلي ملي كيوصلوا هذا الكيستيونير الغشاش السوفير بيان هذا الكيستيونير، وفي هذا الغشاش ديالو بطبيعه الحال في ابيل اسون فارماسيان Il fait appel à son médecin qui est à côté de la pharmacie. Il fait appel au cadavre, le télémédical, le GGMDO, où il y a un sur l'état de l'ennemi, il y a un Moussaïd Sredari, il y a un commun, il y a un Moussaïd Sredari, il a fait le droit de l'ennemi, le droit de l'ennemi, انه يخدم في الفارماسي، فراه كاين قنوات انه يتجاوز العوائق اللي كيحطوا هاد الظروف. اذا في هذا الاطار حنا كنأثروا هاد الكيستيونير لانها كتمكننا من واحد العقليه اللي هي متفتحه سواء بالنسبه للمساعد الصيدلي او المحيط ديالو، فكنعرف ان زملاء استطاعوا انهم يخلقوا علاقه تواصل جيده مع الفارماسيين ديالو، في حين ان من قبل ما عمر هاد الزملاء كانوا كيتشرعوا انهم يمشي يدي ان كيستيون ولا دو سوفون يعطيها للفارماسيين ديالو، ولكن هاد الكيستيونير خلق واحد العلاقه واحد الديناميه جديده داخل مجموعه من الصيدليات. ايضا كنعرف هاد الزملاء اللي كاينين التلميذ وحدهم، يعني العلاقه اللي كتربط بيناتهم دكتور لاباس دكتور بخير السلام ملي كيدخلوا ملي كيخرجوا ولا ملي كيجي ياخذ الدواء ولا الى غير ذلك، ولكن ملي كيدي ليه واحد اون كيستيون دون لو دومين، يعني هذاك الميديسان كيعرف بان هاد المساعد الصيدلي كيقلب يبحث بانه الي موتيفي فورماسيون، وبالتالي هذاك الميديسان كيعطيه قيمه اخرى وكتطور العلاقة بيناتهم، وكاين تبادل ديال مجموعة من الكتب إلى غير ذلك. المسابقة في تجربتها الثالثة سبقت لها واحد التجربة الأولى اللي هي واحد كان كيستيونير اللي هو بسيط من حيث المضمون ديالو والأسئلة بشكل باش تطرحات. فالتجربة الثانية كاين واحد التطور اللي خصنا نوضفوا فيه المعلومات اللي اكتسبها المساعد الصيدلي في الكيستيونير الاول، وبالتالي كيتطلب واحد شويه ديال الريشيرش. فهاد التجربه الثالثه طرحناها على شكل
كما تصلوا به الإخوان على شكل ديموكروازي. وبالتالي هذه الديموكروازي ملي كنلقى أنو كنبغي نقلب على الأمور الأخرى. وبالتالي هذا الشكل ساعدنا وغادي تشوفوا النتائج إن شاء الله ساعدنا باش نرفعوا من النسبة ديال الناس اللي جابوا دي نوت 20 سيغ 20 وكانوا كان العدد ديالهم كثير غادي نشوفوا الستاتيك توتاليور. وبالتالي كنعتبروا بأن هذه التجربة زادنا بزاف وإن شاء الله غادي نزيدوا نطوروا هذا الشكل ديال المسابقة إلى أشكال أخرى أشكال تسهل البحث إلى غير ذلك. سأشير في النهاية إلى أن لجنة ثقافية تشتغل حاليا على إهداد مجلة خاصة بجريات التضامن. وكان من المقرر أن تصدر في هذه الأيام، لكن لبعض الظروف والترتيبات الإدارية لم نتمكن من ذلك. وهذه دعوة لجميع الإخوة وجميع الزملاء الذين لديهم رغبة في الكتابة وفي البحث أن يوفون بمواضيعهم مستقبلاً إن شاء الله. وحينما ستصدر هذه المجلة إن شاء الله على المقرب ستصلكم إلى الصيدليات. طبعا الحاجة نحاول أن ننظم شكل من الأشكال ديال تقديم هذه المجلة، وهي مجلة جد غنية سهر على كتابتها زملاء مساعدي صيادلة تحت تأثير مجموعة من الدكاترة سواء لي فارماسيان أو لي ميدسان. وبالتالي هذه الحمولة العلمية ديال هذه المجلة ستفيد كثيرا في مجال التكوين والتكوين المستمر. بلتان التضامن هو هذا في الشكل ديالو باش غادي ان شاء الله.